شكرا السيدة الرئيسة، السيدات والسادة المستشارين المحترمين، السيد الوزير. بطبيعة الحال هذا الأمر هذا ديال النقل في إطار التقائية السياسات العمومية هو شيء مهم جدا، وعلى اعتبار أن هذه المحطة محطة السعيدية الرهان كان عليها كبير وهي محطة دولية، وبطبيعة الحال هذا السؤال ديالنا يروم إحداث هذه الوسيلة الربط السريعة كما قلتم من غير المرور مع محطة الدار البيضاء لاستقطاب أكثر السياح. حنا كنعرفوا باللي مراكش هي محطة سياحية دولية بامتياز، ويمكن من خلال هذه المحطة أن يتم استقطاب، وهذا بطبيعة الحال العائد ديالو هو عائد اقتصادي دون شك، سيرفع من النشاط الاقتصادي بهذه المنطقة. وحنا كنعرفوا باللي محطة السعيدية هي محطة اليوم موسمية، فيها واحد العدد من الفنادق تغلق بعد يعني ما تم شهر شتنبر الى غايه شهر ابريل، وبالتالي هذا فيه اولا انعكاس على النشاط الاقتصادي للمنطقه اللي يصبح على المستوى السياحي شبه جامد، ثم الاثر ديالو على الاجراء العاملين بهذه المناطق. اضف الى ذلك ان واحد العدد من الاقاليم، ثلثي الاقاليم الموجوده في المنطقه الشرقيه هي اقاليم حدوديه، وازيد من 18 جماعه موجوده على الشريط الحدودي، وهي اليوم تعرف ركود اقتصادي، بالتالي هذا يمكن ان يكون من المسالك التي يمكن ان تطور النشاط الاقتصادي في هذه المنطقه، بالاضافه الى تثمين المواقع السياحيه الموجوده في الجهه الشرقيه، ولا سيما يعني الموقع السياحي تافوغات اللي عرف نوعا ما طفرة في هذه المرحلة الأخيرة، والموقع السياحي لتكافيت، والمنطقة الشرقية تراهن على محطة السعيدية، وهذا الرهان يمكن أن يتطور ويمكن أن يكون رهانا حقيقيا إذا ما تم ربطه بمواقع سياحية اللي هي مرتبطة اليوم بمدينة وجدة عن طريق الطريق السيار، ولكن القريبة مثل فاس، ولكن حين يتعلق الأمر بمناطق بعيدة كمراكش لا يمكن ربطها إلا من خلال هذا الخط الجوي، ويمكن أن يكون هذا الخط الجوي تجريبي لمدة سنة لما لا، ومن بعد ذلك شكرا السيد المستشار.